هنا القاهرة عاصمة الخبر، أهلا بحضراتكم أينما كنتم. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جولة في المنطقة. وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولته في المنطقة من العاصمة المصرية القاهرة. قد يبدو هذا خبرا عاديا أو منطقيا أو لا يثير تساؤلات عدة بالنظر إلى علاقات تاريخية بين القاهرة وبين واشنطن، بين واشنطن وبين هذه المنطقة، بالنظر أيضا إلى أن القاهرة وواشنطن يحتفلان في هذه الآونة بمرور ما يربو على قرن أو يزيد من العلاقات بين الدولتين. صحيح أيضا بحكم سنن العلاقات بين الدول أنها خاضت مراحل عدة ما بين مد وجزر، هذا أيضا يبدو منطقيا. قد لا يثير هذا الخبر تساؤلات عدة إذا كانت أيضا في صيغته الاعتيادية، لكنه وبالنظر أيضا إلى الظرف الذي تمر به هذه المنطقة فإن الخبر لا يبدو خبرا اعتياديا ولا يمكن النظر إليه إلا بحتمية أن يثير جملة من التساؤلات في انتظار أن تقدم هذه الزيارة شيئا من الإجابات. ما الذي يحدث في هذه المنطقة؟ ما يحدث في هذه المنطقة أن هناك قدرا لا بأس به من السخونة التي تعيشها المنطقة، وبالأحرى في الصراع الأزلي التاريخي فيها، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ينظر أيضا إلى ما يجري منذ نهاية العام المنقضي في ديسمبر عندما تشكلت حكومة إسرائيلية، قيل من بين ما قيل أمريكيا أن الولايات المتحدة ربما لم تكن تنظر إلى هذه الحكومة بتشكيلتها وبالائتلاف الذي تكونت منه هذه الحكومة باعتباره خيارا مثاليا بالنسبة لواشنطن. ما جرى فيما بعد ذلك أن عدد الشهداء الفلسطينيين سجل رقما قياسيا بتقديرات دولية عدة. ما جرى وما جرى مؤخرا قال إن مدينة جنين ومخيمها شهدا مقتلة دامية في يوم واحد عبر 9 من الشهداء في عملية إسرائيلية نفذت هناك. ما جرى وما جرى أيضا أن الرد لم يتأخر، بل لم يتأخر مطلقا، بعد نحو 24 ساعة كان الرد من قبل أحد الشبان الفلسطينيين ب7 قتلى إسرائيليين وشهيد منفذي هذه العملية. هذه الظروف وهذه الملابسات تجعل من هذه الزيارة إذن فرصة استثنائية إذا كانت كذلك، أو مأزقا بالنسبة للإدارة الأمريكية إن لم يكن لها يد في محاولة لجم التصعيد على الأقل. صحيح أنه لجم للتصعيد كغاية أساسية، لأن الوصول إلى حل الدولتين وهو الخيار الذي قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من القاهرة قبل ساعات من الآن أنه الخيار الذي تفضله الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه يبدو بعيد المنال بالنظر إلى جملة أيضا من الملابسات التي حدثت على مدار السنوات المنقضية وصولا إلى لحظات التصعيد الآنية، تقول بأن استئناف المفاوضات المباشرة أصلا بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يبدو طرحا منطقيا ولا مستساغا في هذه الآونة. إذن فلجم التصعيد إن قدر لهذا الخيار أن يذهب بعيدا سيكون إنجازا، وإنجازا كبيرا أيضا في هذه الآونة في انتظار ما يمكن أن يحدث في المدى المنظور. الحديث عن هذه الزيارة ليس فقط مرتبط بجملة التصعيد الجارية على مدار الأيام القليلة المنقضية، صحيح أن هذه هي الغاية الأساسية، لكن أيضا للولايات المتحدة الأمريكية في هذه الزيارة ولتفاعلها في الشرق الأوسط مآرب أخرى. هذه أيضا غاية يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية أن تحسن التعامل مع ملفات الشرق الأوسط حتى تنال ما تريده الولايات المتحدة. الولايات المتحدة التي تتفاعل مثلا مع إيران في برنامجها النووي والصاروخي على السواء، في محاولة قيلت من جانب الإدارة الأمريكية عند انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه سيعود إلى اتفاق نووي من جديد وهو الذي سبقه إليه رئيسه السابق باراك أوباما. يبدو هذا الخيار أيضا أبعد ما يكون في هذه الآونة بالنظر وبالنظر أيضا إلى الخطوات المتخذة من الجانبين في الآونة الأخيرة. تقول الولايات المتحدة إنها تظهر اهتماما كبيرا بملفات الشرق الأوسط. يقول الشرق الأوسط إنه يريد ترجمة لذلك إن أرادت الولايات المتحدة أن تظهر اهتماما أكبر بقضايا الشرق الأوسط. الولايات المتحدة التي قيل في شأنها على مدار السنوات القليلة الماضية إنها كانت تتعامل مع قضايا هذا الإقليم بالعقلية الأمريكية وبالأدوات الأمريكية لا بعقلية الشرق الأوسط وبأدواته. وبالتالي فالحديث الذي ينظر إليه في هذه الزيارة ليس حديثا اعتياديا ولا مألوفا، هذا أيضا بالنظر إلى جملة التوترات التي تمر بهذه المنطقة. على أي حال، هذه حلقة جديدة من هذا المساء سنبدأها من العاصمة الأمريكية واشنطن من استديوهاتنا هناك. جيهان منصور ستبدأ معنا هذه الحلقة بقراءة لهذه الزيارة بعيون أمريكية. تفضلي جيهان.
أشكر زميلي العزيز أحمد أبو زيد، وهذه جيهان منصور تحييكم من العاصمة الأمريكية واشنطن في تغطية خاصة لزيارة السيد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط. هذه الزيارة المكوكية التي تستغرق 3 أيام وبدأت في القاهرة، حيث التقى بلينكن بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري. وتوجه بلينكن لإسرائيل في المحطة الثانية لهذه الجولة، حيث دعا بلينكن إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الهدوء بين إسرائيل والفلسطينيين بعد أيام عدة من التصعيد الدامي. وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعيد محادثاتهما في القدس: نحض جميع الأطراف الآن على اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء ونزع فتيل التصعيد. هذا بعد وصوله إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب، بلينكن حاول أن يدعو الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى عدم تأجيج التوترات، وقال: تقع على عاتق الجميع مسؤولية اتخاذ تدابير لتخفيف التوترات بدلا من تأجيجها. من المفترض أن يتوجه بلينكن في وقت لاحق إلى الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر القيادة في مدينة رام الله. فما هي أهداف الولايات المتحدة من زيارة بلينكن؟ وهل تستطيع هذه الزيارة المكوكية السريعة تخفيف حدة التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؟ هذا ما سنناقشه في هذه التغطية الخاصة من واشنطن مع ضيفتي ميس لوري واتكنز، the former advisor to President Obama. سابقة للسيد الرئيس أوباما. شكرا جزيلا لاستضافتي معكم اليوم. في البداية، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الآن في إسرائيل بعد أول خطوة، أول وقفة له في القاهرة بمصر. ما هي الأهداف تحديدا من هذه البعثة أو المهمة من الرحلة السريعة إلى الشرق الأوسط؟ شكرا جزيلا لاستضافتي في برنامجكم الموقر. هذا يأتي بناء على الأوقات الصعبة والهمة التي نشهدها، ويأتي ذلك بعد التصعيد الذي شاهدناه في إسرائيل. الولايات المتحدة لديها دبلوماسية هائلة ورائعة ومنظمة، وفي العموم هذا ما يحبه الإسرائيليون. هذا الحوار سوف يتم تناوله من خلال الإطار القانوني والقضائي. هذه الاحتجاجات التي نراها في إسرائيل والتي تؤثر على العلاقات مع الفلسطينيين تأتي فيها الأولوية. هناك الكثير من البرامج، وذلك يأتي بعد الحرب الروسية الأوكرانية. ما نراه على أرض الواقع في العلاقة بين إسرائيل وفلسطين، وهو ما يثير اهتمام الولايات المتحدة، حيث أن هذه الدولة تعاني من ضغط هائل في هذه المنطقة من العالم، ولا بد من توحيد وتقارب الجهود في الغالب الأمور. هذه هي أحد الحكومات السلطوية. منذ بداية حكومة نتنياهو وتشكيل هذه الحكومة، رأينا بعض البيانات والإعلانات من الحكومة بشأن الدعم الجانب اليميني أو مجلس البرلمان ومجلس الوزراء. هل تعتقدين أن هذه الزيارة سوف تعمل على تهدئة الأوضاع في القدس؟ حسنا، أتمنى أن يحدث ذلك، ولكن الولايات المتحدة بينما أن نحاول الوساطة للتهدئة والتواصل وتوصيل الجهود وتوحيد الجهود من أجل التواصل الجيد بين الجانبين لمئات من الأعوام، هذه المشكلات ستحدث. وما أعتقد أن بلينكن هناك لهدف رئيسي هو تهدئة الأوضاع، ولكن لابد من إجراء حوار بناء مع نتنياهو وكذلك مع حكومته التحفظية. هناك هامش ضئيل يربط بين الأقليات والغالبية في الولايات المتحدة.
نرى ذلك، وهناك الكثير من التشابهات لأنهم حكومة متحفظة. الحكومة لديها الكثير من اليهود المتدنيين في إسرائيل وكذلك في الولايات المتحدة، فهم من يدفعون القادة إلى مجالات لا يتفق عليها عموم الشعب، ولذلك نرى هناك تصعيد في هذه الأوضاع. لا أعتقد أنها سوف تتوقف تماما، ولكن هناك حاجة بس إلى الحوار. هذه الزيارة أتت بعد زيارة أخرى من قبل من جاك سوليفان مستشار الأمن الوطني للبيت الأبيض، وكذلك السيد بيل بيرن مدير الاستخبارات المركزية. هذا الحل وهذا القرار لهذه الزيارة يمكنني شكل قرار السيد بلينكين. ماذا تعتقدين؟ هناك الكثير من الدعم لتحقيق هذه الأهداف ولدينا نفس الرسالة، وهذا يأتي كذلك من الرئيس بايدن. ما يراه أن يكون واضحا تماما، الولايات المتحدة سوف تكون شريكا سلميا، ولكن نتنياهو يسير بعيدا عن هذا المسار. ما سمعته إن أخذ أحد الطرق المتطرفة سوف تضع الولايات المتحدة خطا للسيطرة على الأوضاع، وهذا يؤثر كذلك على الولايات المتحدة. الأمر يتعلق بالديمقراطية. الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في عدد من القيم، وإذا انحازت إسرائيل بعيدا عن هذا المسار، هناك الكثير من الديانات المختلفة في إسرائيل، سوف يكون هناك مشكلة كبيرة في وقت ما، ولذلك في ذلك الحين سوف ترفع أيديها الولايات المتحدة إذا استمرت الحكومة في اختراق هذا الخط الأحمر. بالشأن العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية التي تتسم بالصراعات لعقود الآن، السيد بلينكين شجع الجانبين على بدء التفاوض لمناقشة حل الدولتين، وهذا هو أمل وطموح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. هل تعتقدين أن هذا الوقت هو الوقت المناسب لبدء هذه العملية، خاصة أن نتنياهو هو رئيس الوزراء في إسرائيل؟ إذا استمرت هذه المحادثات سوف يقتل الكثير من الأشخاص، سوف تعاني الأسر هناك حتى أن تنتهي هذه المناقشات. الأفراد وكذلك المواطنون يعانون من التدمير ومن الصراعات. لا بد من إحلال السلام. أنا أتفهم تماما عندما يكون هناك جانبين متصارعين، هذا يثير المشاعر. وبناء على ذلك، في العام الماضي كان هو الأكثر فتكا للفلسطينيين والإسرائيليين. عانى كلا الشعبين، كلاهما يعانون بسبب هذه الصراعات والنزاعات. أحد المجالات التي لم تهتم بها الولايات المتحدة هو تمديد رقعة الضفة الغربية. هذا الأمر لا يمكن نقاشه. ماذا يمكن أن تفعله الولايات المتحدة لوقف الاستيطان؟ لأن الفلسطينيين لا يرغبون في ذلك، لأنه يفتحون المجال للتفاوض. حسنا، بلينكين كذلك يقول إذا استمريت في استخدام المحكمة الدولية ضد هذه العدائات الإسرائيلية، لا نسير في الاتجاه الصحيح. فهناك أعتقد تفاوض وجدال كبير في هذا الشأن، ولكن الأمر عسير بالفعل، سوف يستمر لوقت طويل. ولكن ما أراه أن العالم بأجمعه هشا، العالم أجمع هنا أتحدث، لا استثناء، لا يريد أحد الحرب في الشرق الأوسط، وخاصة بين إسرائيل وفلسطين، خاصة الإسرائيليين والفلسطينيين. السيد بلينكين من المفترض أن يزور رام الله لمقابلة الرئيس محمود عباس لاستمرار التفاوض بشأن عملية السلام والجلوس للتفاوض على طاولة المفاوضات والنقاش. ماذا تتوقعين من هذه الزيارة بعد أن
قام بزيارة القاهرة بمصر ومن ثم القدس في ولمقابلة نتنياهو، من ثم محمد عباس في الضفة الغربية. أعتقد أنها علامة هائلة على توحيد الجهود والصداقة والود، لأنه يزور كلا الجانبين. لا يمكن أن يقابل فردا عوضا عن الفرد الآخر، وأعتقد أن هناك رسالة واضحة تماما إلى المجتمع الدولي وكذلك إلى إسرائيل وفلسطين في نفس الوقت. ما رأيناه أن هناك الكثير من التناقضات وبيانات متناقضة ضد العالم، ضد المسلمين في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال في السويد، إذا تسمحين لي، حرق القرآن على سبيل المثال في السويد، وهذا أثر على حكومة السويد، وقالت الحكومة أنه أن ذلك دلالة على حرية التعبير. وفي الأسبوع الماضي فرد عربي يبلغ من العمر 44 بغض النظر عن جنسيته، كان يحاول أن يثبت وجهة نظره وطلب، لم يحرق مكان ما، ولكنه طلب بالحق في التظاهر. يمكن أن أقف أمام الحكومة الإسرائيلية والسفارة الإسرائيلية وأن أحرق التوراة، وأنا قلت له لا يسمح لك بذلك. نعم، هذه مقارنة عادلة. هذا يحدث حول العالم. الأفراد الذين يدعمون إسرائيل لا يذكرون ماذا يحصل ضد الشعب الفلسطيني. لابد أن يكون هذا الحوار في سياق مناسب. بعد هذه الزيارة وانتهائها سوف يعود بلينكين إلى الولايات المتحدة. هل تعتقدين أن سوف يكون هناك زيارة تابعة من إدارة بايدن؟ وما هي الخطوة التالية؟ أعني هل سيكون هناك حلا في نهاية المطاف؟ ماذا يحتاج الفلسطينيين والمصريين والإسرائيليين؟ وما هو الدور الأساسي للمصريين؟ ماذا تعتقدين ما هي الخطوة التالية بعد انتهاء هذه الزيارات؟ ما عليهم أن يفعلوا لتحقيق التقدم هو الاستمرار في التواصل والتفاوض. هذه بمجرد توقف قنوات الاتصال سوف تحدث المزيد من المشكلات. لابد من ضمان تحقيق التقدم والازدهار في هذا الشأن. لابد من استخدام الكثير من الوسطاء كما تفعل الولايات المتحدة مع مصر للوساطة. هذا الأمر هام للغاية. لابد من استمرار التواصل. هذه هي البداية. نحن في الولايات المتحدة وكذلك الإسرائيليين وكافة المواطنين حول العالم مهتمون بما يحدث هناك. هناك الكثير من الاتهامات الجنائية ضد بنجامين نتنياهو. لقد طرد أحد الوزراء في الأسبوع الماضي، أعتقد أنه وزير التعليم. نعم، لقد رفض الكثير من الأشخاص وكثير من المستشارين وكذلك من الأفراد المتحفزين الذين يرغبون في تغيير القانون القضائي لإسرائيل، واتهم بعدد من الجرائم مثل التزوير والفساد وسوء استخدام الثقة العامة. هذه هي أحد الاتهامات الموجهة له. لابد أن يكون هناك ثقة في القرارات التي يتخذها. هذه مشكلة كبيرة يعاني منها نتنياهو أمام شعبه. ماذا يمكن أن يشكل ذلك وجهة نظرهم تجاهه؟ هناك الكثير من المتحفزين داخل الحكومة ويفعلون ما يفعلون، كما رأينا في خلال وقت قصير عندما أصبح في السلطة. إضافة لما ذكرتيه بشأن فكرة أن السيد نتنياهو لابد أن يصلح منزله قبل استثارة الآخرين أو دعوة الآخرين، خاصة في ظل زيارة بنغير إلى مسجد الأقصى. كان هذا مثير للحفيظة بشكل كبير. كافة المسلمين حول العالم استاءوا من هذا الأمر. كيف تعاقبين على هذا الأمر؟ لماذا يحاولون في بعض الأوقات تنفيذ بعض الأفعال الغير المقبولة مثل حرق القرآن وتخصيص بعض الأماكن لليهود دون المسلمين؟ ماذا تعتقدين من وجهة نظرك؟
كمستشارة في إدارة أوباما. هذا يحبطني تماما لأنني أرى نفس الأمر يحدث لم أرى في الولايات المتحدة، سواء ما بين الحزب الديمقراطي والجمهوري وهذه التحريض وهذه المشكلات التي نراها في المواطنين في جميع أنحاء العالم يرفضون هذه الأفعال. هذا يرسل رسائل ودلائل خاطئة أننا لا نتقبل ذلك. لابد من الأداء بشكل أفضل، لابد أن نضمن عدم حدوث ذلك بشكل متكرر خاصة في الولايات المتحدة. نحن نهتم بهذا الأمر. ماذا يحدث في إسرائيل يذكرني كيف أن يمكن أن تستخدم أو كيف تتم أعمال العنف في بعض الأحزاب، وعندما نستمر كقادة في استثارة هذا العنف ودعوة الداعمون لنا ضد خصومنا، هذا فقط تصعيد ومزيد من المأساة والمعاناة ونشر العنف. من وجهة نظر أخرى، هل تعتقدين أن بداية الرحلة إلى مصر لديها دلالة معينة؟ حيث أن عندما نتحدث عن إسرائيل وفلسطين وهذا الصراع وبداية الزيارة من السيد بلينكن من وزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة بمصر لمقابلة الرئيس السيسي ووزير الخارجية السيد سامح شكري، هل هذا له دلالة خاصة بشأن الدور المصري؟ هل يمكن تعقيب على هذا الأمر للشعب المصري؟ بالطبع مصر دولة حليف رئيسي، وكما ذكر السيد بلينكن لابد من حشد أكثر عدد ممكن من الحلفاء لتحقيق الحوار البناء لإرساء عملية السلام ولعقد المزيد من التحالفات لتحقيق السلم. كما ذكروا هناك الكثير من الاهتمامات المشتركة من الولايات المتحدة ومصر، ولكن أنتوني بلينكن بدأ برحلته في مصر وهذا له دلالة على أهمية الدور المصري. ما الفرق من وجهة نظرك بين معاهدة السلام تحت مظلة الولايات المتحدة الرئيس كارتر بين مصر وإسرائيل وما يحدث الآن؟ بعض الأشخاص يقولون إن كان أمريكا لديها الإرادة لتحقيق السلام يمكن تحقيق السلام، هل تعتقدين ذلك؟ مرة أخرى أتمنى أن تتمكن الولايات المتحدة من ذلك لإصلاح هذه المشكلة. لا يمكن في حقيقة الأمر، هناك الكثير من الإنفاق الهائل لمحاولة دعم الحلفاء وكذلك للوساطة في لتحقيق عملية السلام، وعلى الرغم من ذلك يمكن استمرار الولايات المتحدة ريادة هذا الأمر وهو أمر مهم للغاية. هذه المعاهدة السلام التي تناولناها هذا حلم. أتمنى أن الشعب ينظرون إلى هذه المعاهدة لمتابعة الأهداف وتحقيق أهداف هذه المعاهدة. حاليا هل يمكن السماح بتحقيق ذلك أو هناك اختلاف كبير بين هذا الأمر والمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية؟ أعتقد أنه هو نفس الهدف، يمكن أن نستخدمه كمثال، وأعتقد أن الزمن مختلف. الآن لا نتحدث عن دولتين متصارعتين، هناك حدود جغرافية تتأثر بهذا الأمر وهناك مصالح مشتركة. أجد سوف يكون أصعب. أمريكا دائما لديها بعض الأدوات لاستخدامها عندما تحتاج الإدارة إلى تحقيق شيئا ما. أود أن أخبرك أن العالم العربي نحن نحلم
بأن يكون لدينا معاهدة سلام مثل هذه، ولا يمكن تحقيق ذلك، ولكن بالإرادة الأمريكية والإصرار الأمريكي والأدوات التي لدى الولايات المتحدة لتحقيق هذه المعاهدة السلام بين الجانبين. أنا طموحة جدا حيال هذا الأمر. أعتقد أن الرئيس بايدن كان له زيارات مختلفة. لا ننسى أنه زار بنجامين نتنياهو لمدة كبيرة. الأمر يظهر أن هناك محاولات للتفاهم المشترك. الرئيس بايدن واضح تماما بشأن هذا الموضوع وما يحتاجه بنجامين نتنياهو. وأعتقد أن هناك ميزة كبيرة لوساطة الولايات المتحدة لتحقيق معاهدة السلام وعملية السلام. أنتوني بلينكين يعمل نيابة عن الرئيس بايدن في هذا الأمر. هما الأفراد المختصون ودرسوا هذا الأمر تماما ويتفهمون هذه القضية بشكل كبير. أعتقد أن حيال هذا الصراع لابد أن يلقى الكثير من الاهتمام من خلال الحوار والنقاش البناء. الأمر يعتمد عليهم. لا يمكن للولايات المتحدة فعل كل شيء. لابد أن يكون هناك جهود مشتركة من إسرائيل وفلسطين لحل الخلافات الرئيسية، ولكن السبيل الوحيد هو التفاوض. لابد أن تحقق المنفعة المتبادلة للجانبين. بدون ذلك لا يمكن تحقيق معاهدة سلام. منذ انتخابات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سمعنا بعض البيانات، أذكرك ببعضها بشأن السيد بلينكين عندما زار جاي ستريت المجتمع اليهودي وقال أن الولايات المتحدة سوف تحكم، أن إسرائيل سوف تحكم البرلمان الأمريكي وليس الأفراد، ومن خلال التصرفات مجلس الوزراء. ماذا يمكن أن نقرأ خلف هذه السطور؟ سعيدة بسؤالك. أود أن أؤكد لك أنه دعا إلى الانتقام من بعض الأحداث الماضية، وهذا يعني أن كل شخص يشاهد ذلك بالفعل. هذه كيفية استجابتك. هل تستجيب؟ كيف تستجيب لهذا الأمر؟ إسرائيل تستجيب من خلال الانتقام وضرب الجانب الآخر. هناك خطأين من كلا الجانبين، وبالتالي السيطرة والتحكم في النظام القضائي الإسرائيلي ومع هذه الاحتجاجات تهتم بها الولايات المتحدة، لأن رأينا المزيد من المظاهرات. أسوأ سيناريو هنا حدث في العام الماضي، الكثير من القتلى. هذه المشكلة الأساسية. الولايات المتحدة لا تغمض عينيها وتركز على عدد من المناطق حول العالم، ولكن هذه المنطقة تمثل أولوية للولايات المتحدة لإحلال السلام في العالم. في هذه البيئة من الأزمة العالمية، من الغزو الروسي إلى الأراضي الأوكرانية، نرى أن الولايات المتحدة مهتمة تماما بالشرق الأوسط، وأن الولايات المتحدة ووزير خارجيتها الآن في إسرائيل وسوف يزور رام الله وكان في مصر. ما هي الرسالة الرئيسية التي ترسلها الولايات المتحدة من خلال هذه الرحلة؟ أعتقد أنها ترسل رسالة إلى الفلسطينيين والإسرائيليين ومنطقة شمال أفريقيا وكذلك العالم أجمع، أن الولايات المتحدة لا يمكن يمكنها أن تفعل أكثر من شيء في نفس الوقت. يمكن أن تركز على أوروبا وروسيا وأوروبا وكثير من المناطق حول العالم والشرق الأوسط في نفس الوقت. هناك الكثير من الانتقادات بعد أفغانستان أن بايدن سحب القوات ونسى تماما أمر الشرق الأوسط، ولكن هذا الأمر خاطئ تماما. هو الآن مهتم بالصين ومهتم لعدد من الأسباب، ولكنه لن يغير اهتمامه عن الشرق الأوسط.
عندما يريد فعل شيء ما يمكن تحقيق ذلك مع تصاعد العنف بين الجانبين الإسرائيليين والفلسطينيين. هل تعتقدين أن مصر يمكنها أن تلعب دورا هاما ورئيسيا في الوساطة؟ لأنهم عبر التاريخ كانت مصر مهتمة بإحلال السلام بين الجانبين، وكما تعلمين أن مصر لديها نفس وجهة النظر الأمريكية حل الدولتين. ما هي الأهداف الإدارة المصرية وما يمكن أن تفعله في هذا الأمر لتهدئة العنف هناك؟ حسنا، أعتقد العلاقة بين القائدين للدولتين يمكن تحقيق التوافق والتفاهم المشترك، وسوف يتم تحقيق ذلك على أرض الواقع من خلال خطوات جادة لتهم الجيران إسرائيل وفلسطين هنا. أعني وسوف يكون هناك تأثير لدور القائدين والرئيسين لتحقيق التقدم في هذا الملف. لابد أن يكون هناك مبدأ المكسب للجميع، لابد أن يكون هناك تفاوض بين الجانبين، لابد من تحقيق منفعة متبادلة لتجنب الفشل. ولكن أعتقد أننا ليس في هذا السبيل حتى الآن، ولكننا نقترب من هذه الخطوة. كيف يمكن أن أقول ذلك؟ إسرائيل إذا لم تتفهم خطورة ما يحدث، أود أن أذكر إيران هنا، هل تسمح لي؟ في العام الماضي وتماما منذ عام، قبل أن يذهب وزير الدفاع إلى زيارة إسرائيل، بعد ساعات من هبوطه في إسرائيل، أعلنت عن وجود رؤوس نووية، وقالت أننا سوف ننتقم من هذا الأمر. كان ذلك تماما قبل زيارة مسؤول أمريكي إلى الأراضي الإسرائيلية. هل تعلمين لماذا حدث ذلك؟ فعلوا ذلك لإثبات قوتهم. السيد بلينكن الآن في إسرائيل، هناك فلسطيني قتل بالأمس، وهناك توترات رهيبة بين الجانبين. لماذا يحدث ذلك؟ وزير الخارجية الأمريكي هناك يحاول إحلال السلام وتهدئة الأوضاع والعنف والتوترات. لماذا قتل طفل عمره 19 عاما في الضفة الغربية؟ من المفترض أن ننتبه إلى الهدف الرئيسي من زيارته طبقا للمعايير الرئيسية. نحن نتعامل مع إيران وكذلك مع العديد من الدول الأخرى. وقبل الزيارة عندما تذهب إسرائيل وتأخذ عملا عنيفا، وعدواني كما حدث بالأمس، كان هذا يذكرنا بإعلان الرؤوسة النووية وكذلك إطلاق منشأة مخصصة للمسيرات في إيران. ولسوء الحظ لإسرائيل لم تنجح في هذا الألم، لأنها لم تتمكن من تدمير هذه المؤسسة. المسؤولين أتوا اليوم وقالوا نعم، كانت الإسرائيليين هم من فعلوا ذلك. وماذا ردت إيران؟ ضمن أن أكدوا على انتقامهم. هذا ما أتحدث عنه. عندما يحاول أحد ما مساعدتك ويأخذ وقته في الوساطة لتحقيق السلام، ومن ثم يكرر ذلك مرارا وتكرارا، وقبل هذه الزيارة تبدأ هذه التوترات مع شخص آخر كما يحدث مع الولايات المتحدة عند الوساطة يعلن البرنامج النووي. هذا الأمر يؤثر سلبا على الملف برمته. هل تحاول هي إحراج الولايات المتحدة؟ يودون أن يقول أننا نفعل ما يحلو لنا دون الاهتمام بأي عقوبات.
هل تعتقدين ذلك؟ أعتقد نعم، هذه أحد الأهداف، حتى أن هذا حدث قبل زيارة الولايات المتحدة لإظهار القوة وكيف أن هناك التوترات بين إيران وإسرائيل، وأن إسرائيل لن تكسر بسبب هذه الزيارة أو هذه الخطوات. ولكن ما تقوله إسرائيل أو ما تشير إليه إسرائيل تدفعنا إلى تخطي الخطوط الحمراء التي وضعناها. عندما تحاول بدء هذه المفاوضات، الولايات المتحدة سوف تأخذ خطوات مختلفة، وهذه هي الرسالة الأساسية. ما هي الخطوات المختلفة التي يمكن أن تأخذها الولايات المتحدة إذا لم يكن الجانب الإسرائيلي مرن لتهدئة العنف والتوترات بين الجانبين إسرائيل وفلسطين؟ ماذا يمكن للولايات المتحدة أن تستجيب تجاه ذلك؟ لأن هذا إحراج لها، خاصة أن السيد بلينكين هناك. نعم، أنت على حق، أحد المصادر الأساسية هو النقود. لقد أعطينا إسرائيل مليارات الدولارات كل عام، وهذا بشرط الاتفاق على هذه المعايير المتبادلة التي وضعناها وهي معروفة للجميع، والجميع يلتزم بها، وتحاول إسرائيل أن تكسرها وتتخطاها. وهذا الأمر يثير حفيظة الولايات المتحدة، وكما ذكرت هذه المجالات غير قابلة للنقاش. الولايات المتحدة لن تفعل ذلك، لن تتورط في دعم إسرائيل في حال استمرارها مخططاتها الاستيطانية والاستعمارية. هذه هي الرسالة. في نفس الوقت نحن ندعم أوكرانيا، وكافة العالم يدعم أوكرانيا، المليارات من الدولارات ومنظومات أسلحة ودبابات تقدم إلى أوكرانيا. هذا الأمر جاد، حيث أن الولايات المتحدة تستمر في الاستثمار في هذا الأمر، وتحاول ريادة هذا الأمر مع كافة المجتمع الدولي لتحقيق التفاوض، ويأتي ذلك من خلال الدعم والمساعدات الإنسانية، وأنا فخورة بذلك، لأن أوكرانيا بدعمنا ودعم المجتمع الدولي، انظري كيف حققت هذه النجاحات ضد الدفاعات والقوات الهجومية الروسية. هناك الكثير من الدبابات المقدمة إلى أوكرانيا، ولهذا نرى هذه الأعمال العدائية من الجانب الروسي، والتي سببت خسائر ودمار هائل. الآن الأوكران مدربون تماما على استخدام منظومات التسليح، وخلال الأسابيع القادمة سوف يحققون النجاح. أود أن أسألك بشأن مقارنة بما يحدث الآن في إدارة بايدن والوثائق السرية، والسيد ترامب الآن يعلن أنه سوف يترشح للانتخابات القادمة. هل تعتقدين إذا حاول سيد بايدن إحلال السلام بين الجانبين والضغط على إسرائيل للقبول بالتفاوض، على الأقل سوف يقوم بممارسة بعض الضغط وسوف يأخذ بعض الوقت، ولكن سوف يجعل بايدن بطل أمام الشعب الأمريكي، مثل ما حدث مع كلينتون عندما كان يتفاوض بشأن السلام بين إسرائيل والأردن. أعتقد أن هذا الأمر سوف يزيل الغمامة عن الرئيس بايدن داخليا، هل تعتقدين ذلك؟ حسنا، بشأن الوثائق السرية سوف أشرح المزيد. هناك بعض المشكلات الاقتصادية والوثائق السرية، يمكن أن يفعل شيئا خارج الصندوق لتحقيق التفاوض والسلم بين الجانبين ووقف العنف، خاصة أن الجانب الإسرائيلي، ماذا يمكن أن نقول؟ لديهم عند هائل بشأن معاهدة السلام والتفاوض.
مرة أخرى سوف أظل طموحة وأحاول أن أكون طموحة طوال الوقت. أنا أحب بلدي وأنا فخورة بما حققناه وأنا أحب العالم أجمع وأنا أسعد شخص بهذا الأمر بشأن معاهدة السلام تحقيق السلم والسلام للمزيد من الأجيال والثقافات. ولكن عندما تكون هناك حرب لا يستفيد منها أي شخص لأن الأمر يجذبنا إلى الخلف. الكثير من الدول يعرقل ازدهارها بسبب هذه الحروب. لقد أصبح لدينا أقطاب متنافرة ضد بعض والكثير من المناطق حول العالم كذلك. انظري إلى بريطانيا وبعض المناطق في أوروبا والسويد. هذه الصراعات بين الثقافات التي تحدث في الدول الأوروبية. هذا يحدث في جميع أنحاء العالم. في الصين حتى هناك الكثير من المشاكل مع المجتمعات الإسلامية والهنغرة. هذا يحدث في جميع أنحاء العالم بسبب الأنظمة الدكتاتورية والقادة الدكتاتوريين الذين يحاولون السيطرة الغاشمة على الأجيال الجديدة. نحن نعيش لن نعيش في هذه الدكتاتورية طوال عمرنا. سوف نأخذ إجراء مضاد. الرئيس بايدن يدعم هذه الجهود وتوفر الموارد والتمويل والتسليح والاستخبارات وكذلك مع توقيع العقوبات على الدول التي لا تبلي بلاء حسنا لمكافحة هذه العدائيات وضد الدول التي تحاول الاستيلاء على الأراضي غيرها. الرئيس بايدن سوف يقف أمام هذه الدول دائما. مؤخرا رأينا مظاهرات هائلة في القدس وتل أبيب وفي كثير من المناطق بسبب التنظيم القضائي في إسرائيل وما يدعونه بالإصلاح في إسرائيل، إصلاح النظام القضائي. ومن الواضح أن الشعب الإسرائيلي لا يدعم هذه الإجراءات وأن رئيس القضاء الإسرائيلي ورئيس المحكمة الدستورية العليا اعترض على هذه التغييرات. هل تعتقدين أن رئيس الوزراء نتنياهو يحاول اتخاذ إجراءات لتهدئة الأوضاع ويحاول إخفاء ما بذلك إخفاء ما يحدث داخل تل أبيب والقدس؟ نعم بنسبة 100%. مرة أخرى هذا الأمر أنا أعتاد عليه لأن السيد الرئيس ترامب فعل ذلك من قبل. الأمر يبدو لابد أن نرى إلى نصف الكوب الملآن. هذا الأمر يبدو كأداة لإلهاء الشعب عن السبب الرئيسي. هناك العدد من القضايا الجنائية التي تواجهه وهناك الكثير من الأشخاص. العدد هائل كبير. لابد أن يكون الأمر سبب إحراج ومصدر إحراج له. لابد من اتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الذين يتحدونه. وأعتقد أن الشعب سوف يجبره على اتخاذ المسار الصحيح. وهذا ما رأيناه مؤخرا. رأينا ذلك في إيران وفي روسيا ورأينا ذلك في عدد من المناطق مثل الصين. هذا الأمر مثير للاهتمام ولكنه معروف للجميع حول العالم. وهذا هو سبب المشكلة أن الكثير من القادة لا يفعلون شيئا جديدا. فهم يطبقون ويقلدون ما رأوه من قبل. ففي بعض الأماكن الملتهبة حول العالم يعتقدون الأشخاص أنهم لأن العالم لن يلقي بالا لهم. من وجهة النظر الفلسطينية ما هي رسالة بلينكين عندما يقابل الرئيس محمود عباس في رام الله؟ وما هي الخطوات التي يمكن أن يعطيها للفلسطينيين
كنصيحة لهم ماذا يمكن للولايات المتحدة أن تقدم إلى الفلسطينيين، لأنهم يعانون ماليا وهناك الكثير من المشكلات في البنية التحتية مثل شبكة الكهرباء والكثير من المنازل المدمرة. كيف يمكن أن تدعم الولايات المتحدة فلسطين؟ نعم، هنا بعض الأمور المثيرة للاهتمام. إن كان هناك خطط لدى الولايات المتحدة، هناك الكثير من الاحتمالات. لن نقدم بالطبع منظومات تسليح، لن يتم تقديم أي مساعدات عن طريق تقديم منظومات تسليح. الأمر يتعلق أساسا بالتفاوض وتهدئة الأوضاع، مثل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية. هناك رأينا بعض الأمور المتناقضة حول العالم. لا أعلم أن الناس يتفهمون لكيف يعيش الفلسطينيين في بلادهم. ليس لديهم كهرباء، ليس لديهم مياه صالحة للشرب، حتى أن منازلهم مدمرة، لا يوجد حتى خيام. هم معرضين في العراء سواء في الشتاء أو في الصيف، فهم لا يحصلون على الغذاء الكافي أو الكهرباء، لا يوجد وسائل للنقل، وهناك بطالة هائلة، ولكنهم لا يستطيعون المغادرة. هم يشعرون بفقدان الأمل، ويشعرون أن حريتهم على المحك وتؤخذ منهم. سوف يقاتلون ويعارضون هذا الأمر. أعتقد ربما يكون هناك تسوية ما مقترحة بين الجانبين. لا أحد يريد المزيد من القتلى. أعتقد أن هناك اهتمام كبير وخطوات جادة لإحلال التفاوض والسلم من خلال المناقشات. يمكنهم التفاوض والتقابل لتبادل الآراء والحديث عن الفلسطينيين. إذا أراد الإسرائيليين وضع خط أمام الفلسطينيين وسوف يوافق الفلسطينيين على هذه الحدود، هذه بعض الخيارات. الولايات المتحدة لديها العديد من الأسئلة. سوف تستمر الولايات المتحدة في دعم وتقديم الدعم الإنساني والتمويل إلى فلسطين، وهذا في وجهة نظري مثل تقديم المزيد من النقود، مما يسبب الكثير من المشكلات. وإذا لم تستخدم في تحسين البنية التحتية، هناك حاجة ماسة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية. هناك بعض الأمور or Egyptian and as an Arabic person من وجهة النظر المصرية والعربية. على سبيل المثال الإدارة الإسرائيلية أثاروا تصريح السفر إلى وزير الخارجية الفلسطيني ورفضوا تصريح السفر، وفي من الجانب الآخر رفضوا تصريح زيارة أحد الوزراء الأردنيين لزيارة مسجد الأقصى. هذه الأمور التي لا يقبلها فرد عربي أو مسلم. ما تعقيبك بصفتك مواطن أمريكي؟ نعم، هذا انتهاك لحرية الدين وحرية الاعتقاد، والشعب لديه شعور ديني ولديهم عاطفة دينية. لابد من أن نضمن عدم استثارة الحفيظة الدينية. كل شخص لديه عقيدته، ولكن لا نتفق مع العنف. عندما يثير بعض الأشخاص العنف، أعتقد أن الأشخاص لديهم الحق في الدفاع عن أنفسهم. وهذه لب المشكلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. هذه أكبر عملية استعمار على وجه الأرض.
President Mr. Mahmoud Abbas. سمعتها من الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة وقال أن حان الوقت لإنهاء أكبر عملية استيطان واستعمار في التاريخ، ولكن على الأقل حل الدولتين يمكن أن ينهي هذه المشكلة. هنا بعض المقتطفات، هنا بعض اللمحات بشأن استبيان. يقول الاستبيان أن 33% من الفلسطينيين يدعمون حل الدولتين، بينما 43% من اليهود يدعمون حل الدولتين. لماذا لا يجلسون معا ويتفاوضون في هذا الأمر لوقف هذا الاحتقان وهذا النزاع في الشرق الأوسط لإنهاء الإرهاب وغيره من المشكلة؟ على الولايات المتحدة الكثير لحل هذا الأمر. أتمنى أن يكون هذا هو الأمر. حسنا، 43% و33%، نعم هذا يعني ملايين من الأشخاص الذين يدعمون حل الدولتين، ولكن لسوء الحظ أعتقد من وجهة نظري الشخصية أن نتنياهو أو عباس أو أي شيء آخر أو أي شيء شخص آخر لا يشكلون الأغلبية، ولا سيما أن نتنياهو يشعر أكثر من عباس أن لدي الأغلبية. That's only 33%. هو لديه 33% فقط، أنا لدي 43%. فالغالبية تؤيد وجهة نظري، وما رأيناه ليس صحيحا. أتمنى إن عند القيام باستبيان آخر يمكن زيادة هذه النسب. هذه النسب ازدادت، الإدارة الأمريكية لديها الإرادة لتحقيق ذلك، يمكن تحقيق ذلك. هذه عملية طويلة الأمد كما قلت، كما حدث في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، لم تنتهي في جلسة أو عام واحد، لقد اتخذت مدة طويلة وعملية كبيرة، ولكن في الأساس لابد أن تبدأ هذه العملية مع دور الوساطة المصرية والعربية في هذه المنطقة وبالمساعدة الولايات المتحدة، يمكن تحقيق شيئا ما لوقف العنف. فالعنف ليس حلا، وأنا أعتقد أنا مهتمة تماما بما تقوليه بشأن الولايات المتحدة. أعتقد أننا رأينا تغيرا كبيرا في الدعم المقدم من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. أن هناك الكثير من التحديث في الموقف، رأيت كثير من المواطنين وأنا منهم الذين غيروا في وجهة نظرهم فيما يحدث وما يجري الآن. عندما تظهر لي من أنت أنا أنتبه إلى ذلك، وبالتالي كنا ندعم إسرائيل لأعوام طويلة ولم يتم تحقيق أي تقدم في عملية السلام. كانوا يخيبون ظننا في كل مرة، وهنا حدث الأمر مرة أخرى، نفس الشيء يتكرر، ولتوقع أي شيء مختلف آخر يحدث. هذا ما نطمح إليه. الأمر مثير للاهتمام. وأعتقد سوف أعود إلى أمر النسب 33 و43. أعتقد أن إرادة الولايات المتحدة للوساطة من أجل السلام مع مساعدة الدول الجوار سوف نزيد هذه النسب. يمكن أن نساعدهم لزيادة هذه النسب من خلال نشر الرسائل الصحيحة، من خلال الوسائط الإعلامية. سوف نتحدث عن الوسائط الإعلامية ودورها هنا. أنا أعيش في الولايات المتحدة ورأيت تأثير المنصات الإعلامية، خاصة التي تتناول إسرائيل والفلسطينيين، ورأيت نوعا
من التحيز، أعتذر عن ذلك. الفلسطينيين يلقون حجارة على الإسرائيليين، ولكنهم لم يذكروا أن الطرف الآخر قتل امرأة تبلغ من العمر 19 عاما. لا أعلم لماذا هذا التحيز في المنصات الإعلامية في الولايات المتحدة. لا أفهم السبب. أعتقد أن الأمر يتعلق بالتاريخ. كنا دائما ندعم إسرائيل ولم نغير موقفنا تجاه دعمهم. عندما أرى عناوين الأخبار أن إسرائيل استهدفت من الجانب الإسرائيلي، ولكن أقرأ بعض العناوين الأخرى أن إسرائيل تقتل امرأة، هذه العناوين مثيرة للاهتمام. نعم، هذا ما يسبب النزاع. المنصات الإعلامية لم تطلع القارئين على القصة بأكملها. أعتقد أن هذه الدعاية أو المعايير ذات الوجهين سوف تستمر بما يحدث الآن وما يحدث من تصعيد وعنف. كل شخص يمكنه متابعة ما يحدث، وحتى في العام الماضي الذي كان أكثر فتكا على الفلسطينيين، هذا ما أتحدث عنه، وهذا هو طبقا لتقرير الأمم المتحدة. ماذا تعتقدين حيال هذا الأمر؟ لماذا يحدث ذلك؟ الأشخاص يشاهدون الأخبار، الفلسطينيين يضربون بعض الأماكن في إسرائيل، هذا الأمر غير عادل. وهذا ما أعنيه أن هناك تغيير في المسار، لابد من تغيير عناوين الأخبار، وهذا ما رأيناه بالفعل يحدث. هناك تجاهل لبعض الجوانب المعينة من القصص التي تروى في المنصات الإعلامية. هذا هو التحول الهائل الذي رأيناه مؤخرا. رأينا أعضاء من الكونغرس يهاجمون بسبب مواقفهم، ولكن رأينا الكثير من الأشخاص في الكونغرس لا يدعمون إسرائيل. هذا ما رأيته. رأينا المنصات الإعلامية والحكومة. رأيت الأجيال الجديدة في الولايات المتحدة يقولون هذا الأمر غير مقبول، لماذا تدعمون إسرائيل والأمر غير عادل. أعتقد أن الشعب مهتم بما يحدث الآن ويتابعون هذا الأمر بكل اهتمام. إدارة بايدن وبلينكن تصبح أكثر ارتياحا بالنقل الحقيقة بشكل شفاف تماما. بناء على ما ذكرته وما يحدث في القدس وتل أبيب وهذه المظاهرات الهائلة، أعتقد أن هذه النقطة لإدارة بايدن، إدارة بايدن لاستغلالها للتفاوض الحديث مع نتنياهو لإصلاح وحل هذا النزاع، عوضا عن مهاجمة الفلسطينيين أو الإيرانيين على سبيل المثال. أعتقد هذا هو الأساس لدى إدارة بايدن لتهدئة الأوضاع وتهدئة الذات الإسرائيلية. أتفق معك تماما. لن ينتهي هذا الأمر ويبدأ بعد ذلك طرف ما المشكلة من جديد. هذه دائرة مفرغة من المشكلات، لابد من تحجيم هذه النزاعات. يأتي ذلك من خلال التفاوض والحديث ووضع حدود وآليات محددة للنقاش. هذا ما يمكن أن يفعله بلينكن بالطبع. في حقيقة الأمر استمتعت تماما بالحديث معك، وكان من دواعي سعادتنا أن نلتقي بك واستمتعنا فعلا بالمعلومات القيمة التي قدمتها لنا. سيدة واتكنز المستشارة السابقة للرئيس أوباما، شكرا جزيلا.
استضافتي. وأعزائي المشاهدين، بهذا تنتهي هذه التغطية للزيارة المكوكية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الشرق الأوسط، والتي بدأها من القاهرة ثم إلى القدس، ثم بعد ذلك سيتوجه إلى رام الله للقاء السيد الرئيس محمود عباس الرئيس الفلسطيني. شكرا لحسن انتباهكم واستماعكم. كنت معكم جيهان منصور من العاصمة الأمريكية واشنطن، ونعود الآن إلى استوديوهاتنا في القاهرة. إلى اللقاء. شكرا جزيلا لجيهان منصور، كانت معنا على الهواء مباشرة من العاصمة الأمريكية واشنطن. شكرا لها ولفريق عمل القاهرة الإخبارية من واشنطن. متنقلا إذن ما بين مصر والأراضي المحتلة، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يعتزم مقابلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الساعات المقبلة، وهو الرجل الذي التقى قيادات حكومة الاحتلال. زيارة في وقت توصف بأنها في وقت استثنائي ترتفع فيه موجة التوترات في الأراضي المحتلة بشكل مقلق. دعا فيها وزير الخارجية للتهدئة، وأثنى على الدور المصري الداعم لاستقرار المنطقة، واعتبر أن عملية السلام تمثل الطريق الأوحد للمضي قدما في حل هذه القضية. ناقش مع الرئيس المصري قضايا مختلفة تتعلق بأمن هذه المنطقة، تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتتعلق كذلك ببعض الملفات التي تشترك فيها القاهرة وواشنطن لإيجاد حلول لها. ومن بعد ذلك كانت المباحثات الموسعة التي شملت وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره الأمريكي والطاقم المشتغل من الجانبين. نتابع هذا التقرير ثم نبدأ نقاشنا بدورنا. وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى القاهرة مساء أمس في أولى محطات جولته بالشرق الأوسط، واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بلينكين صباح اليوم، وتحدث عن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة وتعزيز تنسيق التشاور بين الجانبين في قضايا سياسية وأمنية تخص المنطقة. القضية الفلسطينية شغلت جانبا كبيرا من الحديث بين السيسي وبلينكين في حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري ودانييل روبنستاين القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة. وجرى استعراض التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية وجهود مصر في احتواء التوتر المتصاعد وأهمية العمل في إطار المسارين السياسي والأمني والحد من اتخاذ أي إجراءات أحادية من الطرفين لتهدئة الأوضاع. اللقاء شمل أيضا الحديث عن قضية سد النهضة، وأكد الرئيس المصري موقف بلاده الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد وأهمية الدور الأمريكي لحل حالة تلك الأزمة. وفي مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره المصري، تحدث الوزير الأمريكي عن ليبيا وأهمية إجراء الانتخابات هناك في العام الجاري. وكان السودان محورا للحديث بين الوزيرين، وقال بلينكين إن السودان في حاجة إلى حكومة تعمل على حل المشكلات الخاصة بالمواطنين. هذا إذن كان جانبا من أبرز ما سلط أنتوني بلينكين الضوء عليها قبل أن ينتقل من بعد ذلك إلى الأراضي المحتلة لاستكمال هذه الجولة التي ينتظر أن تتمم غدا. من استوديو نيل على الهواء مباشرة من العاصمة المصرية القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية، ومن العاصمة الأمريكية واشنطن عبر سكايب حازم الغبرة المستشار السابق بالخارجية الأمريكية. أهلا بكما أستاذ عماد، أهلا وسهلا بحضرتك. ما المختلف هذه المرة الذي يجعل من هذه الزيارة موضع اهتمام بهذا القدر، ويمكن البناء عليه إذا كان فيها شيء ما مختلف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك ولضيفك الكريم من واشنطن ولكل السادة المشاهدين. هذه الزيارة علينا يعني أن نعرف شيئا مهما، وأنها كانت مجدولة قبل تفجر الأوضاع في القدس وقبل اقتحامات الإسرائيلية إلى مخيم جنين، ويعني العمليات القتل الممنهجة التي زادت وتيرتها بشكل ملحوظ طوال شهر يناير الأخير. وبالتالي السؤال ربما يكون هو هل كانت في جعبة بلينكين قبل تفجر هذه الأوضاع أفكار معينة من أجل الحلحلة ومن أجل إخراج هذا المسار من الجمود الكامل الذي دخل فيه؟ نعلم جميعا أنه منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية قبل حوالي شهر ونصف بزعامة بنيامين نتنياهو
دخول هذا العدد الأكبر من المتطرفين، غير لم يحدث أن قام أحد الوزراء الإسرائيليين باقتحام الأقصى. المستوطنون يقتحمون الأقصى مرات كثيرة، لكن للمرة الأولى وزير يقود اقتحاما للأقصى، وزير يحرض على اتخاذ إجراءات تتنافى مع القانون الدولي، وزير، وأنا أقصد بطبيعة الحال إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، يطالب بفرض حصار على البلدات الفلسطينية. وبالتالي المناخ بأكمله مناخ طارد لأي تسوية، مناخ لا يمكن الحديث معه عن تسوية أو حتى حلحلة. ظني أن أقصى ما يمكن الوصول إليه كان هو الحديث حول تخفيف القبضة الإسرائيلية، محاولة اقناع السلطة الفلسطينية. يعني هل كان عندما الزيارة كانت مجدولة كما أشرت حضرتك، هل كان أنتوني بلينكن لديه تصور ما في هذه الزيارة، وكان لزاما عليه أن يطور هذا التصور أو أن يغير من الأدوات التي سيصحبها معه في هذه الزيارة عند ارتفاع موجة التوترات الأخيرة، ولا هي نفس الأجندة بنفس ما جدولت به؟ أنا أظن، يعني هذا سؤال مهم للغاية، أنا أظن أنه الولايات المتحدة لا يوجد في جعبتها ولا يوجد في جعبة أي ظرف دولي الإرادة أو الرغبة أو الإمكانية لعمل اختراق في الملف الفلسطيني الإسرائيلي. نعلم تماما أنه مع مجيء هذه الحكومة الأمور تعقدت أكثر، هناك خلافات بين الحكومة الإسرائيلية الحالية والإدارة الأمريكية إلى حد ما مقارنة بحكومة يائير لبيد السابقة. إدارة بايدن لم تكن مرتاحة أساسا لنتنياهو حتى في المرة قبل الأخيرة حينما خسر الانتخابات بفارق صوت واحد. وبالتالي أقصى ما يمكن عمله هو إدارة الأزمة، بمعنى أنه تخفيف حدة التوتر، لأنه ظني أيضا أن هناك إحساسا ما يعني ينتاب الإدارة الأمريكية وربما العديد من دول المنطقة أن السياسة الإسرائيلية الراهنة ربما ستقود إلى انفجار غير محسوب بالمرة، وهو لا يوجد استعداد لدى الأطراف للتعامل معه. الولايات المتحدة لديها قضايا حيوية عاجلة، أوكرانيا طبعا على قمتها، الصراع مع الصين، الملف الإيراني المتجمد. وبالتالي إذا انفجر الملف الفلسطيني الآن بفعل السياسات الإسرائيلية المتطرفة، ربما ذلك قد يلخبط أوراق اللعبة بأكملها، والدول العربية ليست في وارد الدخول في هذه المواجهة الآن. وبالتالي ظني أن بلينكين كان يهدف، إضافة بالطبع إلى العلاقات المصرية الأمريكية الثنائية وهذا موضوع آخر، لكن فيما يتعلق بالملف الفلسطيني فإن الولايات المتحدة تخشى أن تؤدي السياسات الإسرائيلية الرعناء إلى مزيد من الانفجار الذي قد يعني يبعثر أوراق اللعبة بأكملها. إسرائيل وحكومتها اليمينية تعتقد أنها في فرصة تكمل تهويد الضفة الغربية، والفلسطينيون لا يملكون إلا صدورهم العارية للدفاع عن أرضهم المحتلة. وهنا حدث ما حدث من الاقتحامات الإسرائيلية المتوالية لجنين ومناطق أخرى، الحصار على غزة، ثم وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى العملية التي وقعت في القدس قبل أيام، ثم الردود الإسرائيلية والتهديد بإجراءات غير مسبوقة. وبالتالي ظني أن الولايات المتحدة تدير القضية أو تدير الأزمة ولا تساهم في حلها، لأنها لا تملك ضغطا على إسرائيل حقيقيا حتى تقنعها بتخفيف الأمر، رقم واحد. رقم اثنين، هناك للأسف الشديد ضعف عربي إلا ما ندر. طب النقطة الأولى أستاذ عماد، هذه مهمة للغاية أطرحها على سيد حازم الغبرة من واشنطن. سيد حازم، يعني إذا كانت الولايات المتحدة، ولن نفتش في نوايا أحد، لكن على الأقل هل للولايات المتحدة قدرة ما على التعامل مع هذه الحكومة، الحكومة الإسرائيلية بالطبع، لحملها على الإذعان لمنطق إدارة الملف، إدارة الصراع وفق التعبير الذي استخدمه الأستاذ عماد قبل قليل، لا إيجاد حلول أو تسويات، فقط إدارة الصراع؟ هل تملك الولايات المتحدة شيئا مع هذه الحكومة؟ سيدي الكريم، شكرا جزيلا على الاستضافة، وتحية للأستاذ عماد الدين وجمهورك الكريم. للأسف يعني أدوات الولايات المتحدة لم تعد يعني تعطينا فرصة أو إمكانية للتعامل مع الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. طبعا هناك تغير، أصبح هناك تغير سريع ومتطرف في الإدارة الإسرائيلية، وأيضا هناك تغير كبير في طبيعة الصراع على الأرض. لم نعد نتحدث عن فتح وحماس الآن أو الجهاد الإسلامي، نتحدث عن ذئاب منفردة، مجموعات جديدة، يعني كما المجموعة في جنين التي قامت بعملية بدأت هذا الصراع الذي نشاهده اليوم. فهناك تغير كبير جدا على الأرض، والولايات المتحدة تقف عاجزة عن هذا التغير، عن التعامل مع هذا التغير.
لذا هنا يظهر الموقف المصري أو الدور المصري أساسي في التعامل مع هذه المتغيرات. مصر لديها خبرة أكبر بكثير من الخبرة الأمريكية في المنطقة، لديها قوة على الأرض، لديها علاقات على الأرض مع الطرفين، طرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني. وهنا تأتي الولايات المتحدة طالبة من مصر، يعني لنكون صريحين، هناك طلب أمريكي من مصر أن يكون لمصر دور في التهدئة. وكما ذكر ضيفكم من الاستوديو الأستاذ عماد الدين، هناك ضرورات وأساسيات اليوم للإدارة الأمريكية في الصين، حرب أوكرانيا، ولا يوجد هناك ما يكفي من الهواء للدخول في صراع جديد وتأزم جديد في إسرائيل وفلسطين. فهنا يأتي الدور المصري بما يعني أنها ليست أولوية أولى أو ثانية على الأقل، حتى لو كانت الزيارة للشرق الأوسط. أستاذ حازم، كان هناك وضوح من يعني الآن أيضا يجب الحديث عن ما تفعله الإدارة الأمريكية وما فعلته من أيامها الأولى حتى الآن. كان هناك ابتعاد واضح عن الشرق الأوسط، كان هناك حتى أخطاء كبيرة في الأيام الأولى من إدارة بايدن. طبعا يعني قد تكون هذا بسبب التغير أو الانتقال العنيف بعض الشيء للسلطة من ترامب إلى بايدن، طبعا عنيف سياسيا. فكان هناك أخطاء ارتكبت من قبل إدارة بايدن تجاه حلفاء من مصر إلى السعودية، ونعرف هذا الشيء. اليوم تأتي هذه الإدارة وتحاول تدارك هذه الأخطاء، وكنت نتمنى أن تكون زيارة بايدن تتطرق لمواضيع اقتصادية، خصوصا يعني في ظل الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تقوم بها مصر وفتح السوق المصري للاستثمار الخارجي. لكن أتت هذه الأزمة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية وسحبت الهواء من هذه الزيارة، لدرجة أن كان التركيز، يعني أعتقد أن 90% من التركيز كان على موضوع إسرائيل وفلسطين. تم التطرق إلى السودان، ليبيا، بعض الشيء إلى إيران، لكن بدون أي تركيز يعني الذي تحتاجه هذه الأمور الكبرى. وللأسف يعني كما أيضا ابتعد التركيز عن الوضع الداخلي المصري اقتصاديا والعلاقة الثنائية بين مصر والولايات المتحدة. طيب في هذه النقطة أستاذ عماد، بمناسبة مسألة تكليف مصر أو التأكيد على أهمية أن تطلع القاهرة بدورها فيما يخص تهدئة الأجواء أو تهدئة موجة التوترات الحالية، نانسي بيلوسي كانت في شرم الشيخ والتقت الرئيس المصري، هي الرئيسة السابقة لمجلس النواب، من بعدها بيوم كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، مستشار الأمن القومي جاك سوليفان، رئيس جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، اليوم أنتوني بلينكن حاضر. أي تكليف يمكن أن تطلع به القاهرة بعيدا حتى عن فكرة الخطاب المهذب بين قوسين أو المقدر من جانب الولايات المتحدة للدور المصري وللقضايا الداخلية المصرية؟ التكليف بطبيعة الحال هو تكليف قومي لمصر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. هذا يعني دور مصر وقدرها الطبيعي من سنة 48 حتى هذه اللحظة، وفلسطين هي قضية أمن قومي عربي. رغم الانشغالات العربية الكثيرة التي جعلت البعض يعني لا يتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية، فإن مصر وإلى حد كبير الأردن تقريبا القضية الفلسطينية ما زالت قضية أمن قومي لكل العهود بالمناسبة، لا فرق إلا ربما في الدرجة، لكن الجميع في النهاية يدرك أن القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري من الدرجة الأولى. وبالتالي توتر الأوضاع واضطراب الأوضاع والبلطجة الإسرائيلية والهيمنة لا يعني تهدد الأمن القومي المصري بوضوح حتى لو كانت هناك علاقات رسمية. وبالتالي التكليف، التعبير التكليف ربما هو تعبير لا يكلف أحد مصر بذلك بقدر ما هو ليس تكليفا أمريكيا، يعني ليس تكليفا أمريكيا حتى لو كانت هي تتصور أنها أوكلت الدور للقاهرة. نعم. وبالتالي مصر تسعى، ربما بالعكس، ربما يكون المنطق هو أن الولايات المتحدة تخلت إلى حد كبير عن رغبتها في الانخراط في المنطقة. وهنا في نقطة في غاية الأهمية علينا أن نفهم ما الذي كانت تفكر فيه الإدارات الديمقراطية. نتذكر كثيرا أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما كان له يعني مقال مهم جدا أو حوار كبير في ذا أتلانتيك، الفصلية الأتلانتيك، وتحدث فيه عما يسمى عقيدة أوباما. وكان جو أحد الحاجات المهمة التي وردت في هذه العقيدة هو
الخروج من منطقة الشرق الأوسط بأكملها هربا من مشاكلها وصراعاتها التي لا تنتهي، والتوجه إلى جنوب شرق آسيا حيث القوى الاقتصادية البازغة وحيث التهديد الصيني المتنامي. وجاء يعني ترامب نفسه أنا أظن زاد الطين بلة وانحاز أكثر إلى إسرائيل ونقل السفارة إلى القدس. ثم بايدن كرر نفس الكلام باعتباره كان نائبا للرئيس أوباما، ولم يأتي إلى المنطقة إلا بحثا عن زيادة إنتاج البترول حينما جاء للمملكة العربية السعودية واجتمع مع القيادة السعودية والخارجية ثم مع لقاء عربي موسع. وبالتالي الانشغال ربما ما هو ترتيب القضية الفلسطينية في الأجندة الأمريكية، لا أعرف هل يكون الترتيب الخامس أو السادس. لديهم البترول الآن، لديهم محاولة أن العرب يكونوا في جانب الرؤية الأمريكية الغربية فيما يتعلق بأوكرانيا، الاصطفاف في مواجهة إيران، عدم التنامي العلاقات مع الصين، وبالتالي والعلاقات الثنائية بطبيعة الحال بين أمريكا وكل دولة على حدة، وربما يأتي بعد كل ذلك القضية الفلسطينية. والقضية الفلسطينية ينظر إليها دائما من منظور المصالح الإسرائيلية حتى في ظل وجود سواء كان الليكود موجودا أو أحزاب قريبة من يمين الوسط. ومن هنا علينا أن نفهم هذا الأمر ولا نراهن كثيرا على حلول أمريكية متوقعة أو حلحلة. أقصى في ظني وأتمنى أن أكون مخطئا، أقصى ما يمكن الإدارة الأمريكية أن تعمل عليه هو التهدئة ووقف التصعيد والثبات أو السير في المحل حتى طيب لا تتفقد يعني ليكون السؤال على افتراض العديد في هذه النقطة. يعني يقال دوما أو قيل في عقود سابقة أن الولايات المتحدة ربما كان من بين الأخطاء التي ارتكبتها أنها كانت تصبغ التقييم أو النظر الأمريكي في إدارة قضايا الشرق الأوسط وعلى رأسها الصراع العربي الإسرائيلي أو الفلسطيني الإسرائيلي. عندما تأتي اللحظة التي تخفف الولايات المتحدة من حضورها في هذه المنطقة وتتولى القيادة العربية التعامل مع هذا الملف، ألا يبدو ذلك أيضا فرصة بديلة إذا جاز التعبير، ولا الحل حتى لو كان على مستوى التهدئة لن يكون إلا بحضور أمريكي؟ سواء هذا أو ذاك لا يفرق كثيرا. القضية هو الدور العربي أين؟ يعني حتى أساعدك، يعني أنا لو أنني مسؤول أمريكي وطلب مني المساعدة، يعني يفترض أن نساعد أنفسنا كعرب أولا وبعد ذلك نطلب مساعدة الآخرين. لا يعقل بأي حال من الأحوال أن يكون الانقسام الفلسطيني بهذا الشكل بين فتح وحماس حتى هذه اللحظة. لا يعقل أنه غياب التنسيق العربي شبه الكامل في التعامل مع القضية الفلسطينية ربما باستثناء التنسيق المصري الأردني. لا يمكن فهم سر الاندفاع إلى علاقات مع إسرائيل بدون حتى تخفيف قبضة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية. وبالتالي أنا يعني للموضوعية، إسرائيل الولايات المتحدة موقفة عضوي مع إسرائيل، ولا يمكن أيضا أن نلوم، يعني أنا آسف في اللفظ، الحكومات الإسرائيلية هي الحكومات الإسرائيلية متطرفة وتسعى إلى أحلام توراتية كبرى، فبالتالي الذي يلجمها هو أن يكون هناك موقف فلسطيني موحد، موقف عربي موحد. هذا هو الأمر الذي سيجعل الولايات المتحدة تنظر بعين الاعتبار للمصالح العربية أو للقضية الفلسطينية. لكن طالما الأمور هكذا وطالما أن إسرائيل تكسب أرضا جديدة كل يوم وتكسب نفوذا سياسيا في المنطقة، فبالتالي لا أظن أن هناك حلول حقيقية من قبيل حل الدولتين أو تخفيف الحصار على غزة أو أي أفق للحل. ومن هنا يعني بارقة الأمل الوحيدة استمرار التنسيق المصري الأردني، استمرار مصر في الاطلاع بدورها في حماية القضية الفلسطينية، أن يكون هنا صمود. طبعا العامل الأساسي هو صمود الشعب الفلسطيني الباسل الذي يتلقى الرصاصات على صدره في ويدافع عن أرضه حتى هذه اللحظة. يعني هل نستطيع أن نغير هذه المعادلة؟ ظني أنه لو يعني خلصت النوايا العربية حتى بمنطق المصلحة فقط، نعم، وليس بمنطق القومية والعروبة أنا أظن أنهم قادرين. لأنه إسرائيل من ناحية أخرى، وهذه المفارقة المحزنة، إسرائيل في أسوأ أوضاعها الداخلية، حوالي 5 انتخابات في 4 انتخابات في 5 سنوات، الحكومة بتبقى على يعني صوت واحد تقريبا، انقسامات عميقة في المجتمع الإسرائيلي بين التلاشي. لكن حضرتك أشرت إلى بعض المعطيات التي تجعل حتى من هذه العوامل الأخيرة ربما ليست موضع بناء كاف عليها. أستاذ حازم الغبرة من واشنطن، هل الولايات المتحدة تجد أصلا في أي تصعيد جاري وعلى رأسه التصعيد الأخير الحاصل أي إحراج لها، ولا المسألة ليست معنية بها الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية بهذا القدر؟
طبعا يعني هناك ضغوط على الولايات المتحده ان تعود الى طاوله الحوار او فتح طاوله حوار جديده بين الاسرائيليين والفلسطينيين، لكن الامر كما قلت يصبح اصعب واصعب كل يوم. يعني من الصعب اليوم ان نكون صريحين، العمل مع فتح والسلطه الفلسطينيه عندما تقام الاحتفالات، عندما يذهب شعب فلسطيني ويقتل مصلين خارجين من سينجاوب من مصلى يهودي. هذا يعني هذا الطرف يصعب التعامل معه يوما بعد يوم، ولا يوجد اطراف اخرى. يعني تمنينا ان في هذه المرحله وبعد كل هذه السنين ان تخرج، لكنه لا يبدو صعبا ان تتعامل هي مع الحكومه الاسرائيليه التي تشرعن اصلا لعمليات القتل والاقتحامات المتتاليه للمسجد الاقصى والذهاب الى جنين وغيرها. 100%، لكن في الرأي العام الأمريكي يعني يجب أن نكون أيضا واقعيين وواضحين. الإسرائيليون نجحوا في إقناع الرأي العام الأمريكي قبل أن يقنعوا الإدارة الأمريكية أن هذه العمليات الإسرائيلية هي عمليات أمنية بغية مخالفة الإرهاب والحفاظ على أرواح الإسرائيليين، وهناك اقتناع كبير في الداخل الأمريكي بذلك إن شئنا أو أبينا. فلا يمكن تغيير هذا الأمر في ثواني، لا يوجد لدى أحد هنا عصا سحرية تغير الفكرة والنظرة العامة للشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية. أنا سؤالي أستاذ حازم ليس قائم على أن تكون الولايات المتحدة داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية ولا أن تكون محايدة في إدارتها للصراع، أنا أتحدث حتى عن انغماسها في حل هذه المشكلات أو على الأقل معالجة بعض التوترات. هل التوتر الجاري وقد يصل إلى ذروته قريبا كما يتوقع البعض، هل يمكن أن يسبب حرج ما للإدارة الأمريكية، ولا الإدارة الأمريكية في آخر سنتين لا تجد نفسها مطالبة بالانغماس أكثر في هذه المشكلات؟ سيد كريم، يعني الوضع على الأرض واضح، بلينكن في مصر والآن في إسرائيل ويجتمع مع قيادة الإسرائيلية وقيادة الفلسطينية، نقوم بكل ما في وسعنا القيام به، لكن هل هذا يكفي؟ أقولها دوما، الولايات المتحدة دولة قوية ودولة كبرى لكنها ليست عفريت مصباح يمكنه تغيير الأمور بشكل فوري وفرض إرادتها على دول أو أشخاص أو شعوب. لكن يعني تعقيبا على ما قاله، أمر هام جدا قاله ضيفك من الاستوديو، أنه يعني على العرب مساعدة أنفسهم قبل أن تأتي الإدارة الأمريكية وتأتي بمشروع جديد وأفكار جديدة. الإدارة الأمريكية يعني كل ما تتغير إدارة أمريكية يجري هناك انتظار، مرحلة انتظار ماذا ستأتي به هذه الإدارة الأمريكية من جديد. فكل 4 سنوات لثمان سنوات هناك مشروع جديد للسلام في الشرق الأوسط. لماذا لا تظهر مشاريع من الشرق الأوسط، من مصر، من الشعب الفلسطيني، من جامعة الدول العربية؟ كانوا هناك مشاريع لكن مشاريع خجولة. هي يعني المبادرة العربية بكل ما حوته ربما تصل إلى ذروة ما يمكن أن يقدمه العرب، أو هكذا على الأقل كان مفترض قبل التغيرات الأخيرة، وفي النهاية تعامل معها الكل على أنها ميتة. يعني يجب العودة، يعني كما تفعل الولايات المتحدة، نأتي بمبادرة لا تنجح نعود ونغير المبادرة وتتغير المبادرة وتتطور. يجب على الأطراف الأخرى أيضا تطوير مبادراتها، وعدم القول أن هناك مبادرة كانت ولم تنجح لذلك لم نجرب من جديد. الأمور تتغير، نتحدث عن صراع عمره 80 عام هنا، ليس صراعا جديدا. فهناك ضرورة للتغيير، وكان هناك يعني نظرة إلى الاتفاقات الإبراهيمية أن تكون لديها بعض الفرصة للعمل مع الطرفين ولجذب الطرف الإسرائيلي على الأقل لطاولة حوار. لم نرى نتيجة ملموسة حتى الآن، وأحد أسباب ذلك هو رفض الطرف الفلسطيني لهذه المبادرة وهذه الاتفاقية بشكل كامل. نعم، دعنا نعمل على شيء جديد لتأتي هذه الأطراف كلها لهذه الدول وتأتي بشيء جديد على الأقل يحقن دم الشعب الفلسطيني. يعني هذا أمر أساسي اليوم، الشعب الفلسطيني يعذب ويموت بشكل يومي، وهناك أيضا ضحايا من الطرف الإسرائيلي يجب عدم تناسيها عندما نتكلم عن السلام والعمل على مبادرة. فهناك ضرورة لمبادرة جديدة، وأؤكد لك أن الطرف الأمريكي سيلهث وراء أي مبادرة جديدة قد تكون فاعلة، لأن لدى الطرف الأمريكي لا يوجد لدى الطرف الأمريكي مبادرة ملموسة ممكن أن تتطور إلى عملية سلام.
شكرا جزيلا لك حازم الغبر المستشار السابق بالخارجية الأمريكية، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن. الشكر للكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية، كان معنا على الهواء مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لكم. فاصل قصير نعود من بعده لنبدأ النقاش في ملفنا الثاني. أهلا بحضراتكم من جديد. تتزايد الأهمية الاستراتيجية للقارة الإفريقية مع التطورات الدولية الأخيرة والتطورات الجارية والصراع بين القوى الدولية المختلفة على مناطق وبؤر النفوذ. تصف حكومات ومؤسسات دولية القارة الإفريقية بأنها قارة الأحلام والفرص الواعدة بحكم ما تمتلكه من ثروات ومقومات اقتصادية. ولهذا فقد اندلع تنافس دولي مؤخرا على القارة الإفريقية. سنحاول أن نأخذ صورة أكثر تفصيلا عن مقومات القارة الإفريقية وما يجري فيها من تنافس دولي على أي حال في هذه الآونة، وربما ما كان مستتبعا قبل سنوات وربما حتى قبل عقود من منافسة على القارة الإفريقية. إفريقيا هي ثاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة، يقطنها 1.4 مليار نسمة بما يمثل أكثر من 17.8% من جملة سكان العالم. حاليا يحتدم التنافس الدولي عليها للعديد من الأسباب، ربما يأتي على رأسها وفق الكثيرين مخزونات القارة الضخمة من النفط والغاز والمعادن وللفرص الواعدة في مستقبل الطاقة الخضراء والنظيفة، فضلا بالطبع عن موقعها الاستراتيجي فهي تتوسط العالم شرقا وغربا وتشرف على أكبر محيطين الهادئ والهندي، ولديها الممر الملاحي الأكبر والأهم في العالم وهو قناة السويس. أما مخزونات القارة من النفط والغاز فنجد أنها تمتلك قرابة 13% من احتياطي الغاز حول العالم، تمتلك كذلك ما يربو على 7% من الاحتياطي العالمي من النفط. أما على صعيد المعادن فإن إفريقيا وحدها تمتلك نحو 30% من احتياطي العالم من ثروته المعدنية. تمتلك القارة الإفريقية مثلا 40% من مخزون الذهب العالمي، كما أن الاحتياطات الأكبر من الماس والنحاس واليورانيوم تقع أيضا في القارة الإفريقية وفق تقرير أممي. تمتلك القارة الإفريقية 65% من الأراضي الصالحة للزراعة حول العالم، كما تستحوذ على نحو 10% من مصادر المياه العذبة المتجددة الداخلية على كوكب الأرض. أما على صعيد الطاقة النظيفة والمتجددة فإن القارة الإفريقية تشكل موطن 60% من بين أفضل موارد الطاقة الشمسية على مستوى العالم، لكنها تمثل 1% من حجم الطاقة المنتجة من خلال محطات الطاقة الشمسية، وهذه فجوة كبيرة للغاية. كل هذه الثروات الضخمة والضخمة للغاية جعلت العديد من مراكز الدول والحكومات والمؤسسات الدولية تنظر إلى هذه القارة باعتبارها قارة الأحلام أو القارة الشابة، نظراً لما تحوزه من فرص واعدة على خريطة الطاقة والاستثمارات وربما حتى على مستوى التركيبة الديموغرافية. وفقاً لتقديرات وزارة الخارجية الأمريكية مثلاً، فمن المتوقع أن يتضاعف سوق العمل والاستهلاك في القارة بحلول عام 2050 إلى 16 تريليون دولار، لكن هذه النظرة بكل ما فيها من إيجابيات سرعان ما تترجم في تنافس دولي بالطبع محموم على القارة الإفريقية. كيف يبدو شكل التنافس الدولي على هذه القارة بكل ما فيها من مخزون ثرواتي عظيم؟ أصدرت الولايات المتحدة استراتيجية جديدة للقارة الإفريقية، تعهدت بتقديم 55 مليار دولار للقارة خلال السنوات الثلاث لمحاولة العودة من جديد إلى القارة الإفريقية، وبالطبع مواجهة النفوذ الصيني المتنامي والمتنامي للغاية. الصين بدورها تستحوذ على 15% من إجمالي التجارة الكلية لدول القارة الإفريقية، فيما تستحوذ الولايات المتحدة على نحو 5%. الصين هي الشريك التجاري الأكبر لإفريقيا، بلغت قيمة الشراكة التجارية مع إفريقيا 254 مليار دولار وفقا لوكالة بلومبرغ في عام 2021. إلى جانب ذلك روسيا أيضا حاضرة، استحوذت داخل القارة الإفريقية على 14% من صادرات السلاح في روسيا، أصبحت المورد الأول للسلاح في القارة الإفريقية. في الفترة ما بين أعوام 2017 وحتى 2021 أصبحت روسيا أكبر مورد للأسلحة في القارة الإفريقية. أمدت موسكو إفريقيا ب44% من احتياجها للأسلحة،
كما أطلقت روسيا استراتيجية خاصة للقارة الإفريقية. ومن المقرر أن يعود المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي للانعقاد في شهر يوليو المقبل. علاوة على نشاط ما تعرف بمجموعة فاغنر والذين ينشطون في قرابة 12 دولة في إفريقيا لما تقول إنها فقط لتقديم خدمات أمنية وعسكرية لهذه الدول. ماذا عن فرنسا؟ فرنسا باتت تنفذ جملة من الانسحابات العسكرية من مالي ومن بوركينا فاسو، تاركة دول الساحل وغرب إفريقيا في توازن يبدو صعب أو مخل. يشير خبراء إلى أن هذه الدول قد تتجه صوب روسيا التي كنا إزاءها قبل قليل لتلبية احتياجاتها، إما على مستوى المؤونة الدفاعية والعسكرية أو على مستوى الاستقرار الأمني. اللافت في التنافس الدولي على إفريقيا أن الحضور المتزايد لكل من ألمانيا واليابان في القارة. ألمانيا بدورها أطلقت استراتيجية للتنمية تجاه إفريقيا لوضع الشركات الألمانية على خارطة الاستثمار في القارة. في 4 سنوات فقط وصلت الاستثمارات الألمانية إلى إفريقيا بنحو 8.5 مليار يورو. أما اليابان فبدورها أيضا تنافس هي الأخرى وتنافس الصين، خاصة على مستوى توسيع قاعدتها العسكرية في جيبوتي ورفع التبادل التجاري إلى نحو 20 مليار دولار سنويا مع القارة. تنوي اليابان كذلك استثمار ما يصل إلى 30 مليار دولار في إفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة. تحتدم المنافسة إذن على هذا النحو على القارة الإفريقية وعلى موانئها ومواردها وثرواتها شرقا وغربا. هل يخدم ذلك فرص القارة الإفريقية للنهوض؟ أم من شأن ذلك وفق ما يخشاه الأفارقة أن يفاقم ذلك من أزماتها؟ سنحاول أن نسلط الضوء على ما يجري في إفريقيا من تنافس هل يمكن أن يخدم القارة الإفريقية وبحق، وخصوصا الأجيال الشابة التي تنتظر مستقبلا مغايرا للمستقبل الذي كان فيه لا صوت يعلو فوق صوت البنادق، أم يفاقم مما بات يعرف بالتكالب الجديد على القارة الإفريقية؟ بعد فاصل قصير نلتقي. إفريقيا وما يجري فيها إذن من مرحلة جديدة من التنافس، ما المختلف فيها؟ كيف يمكن أن يستثمر ذلك داخل دول القارة الإفريقية؟ وهل هناك أفق أصلا لإمكانية استثمار هذا التنافس الذي يصفه البعض داخل القارة الإفريقية بأنه أشبه إلى التكالب القديم لكنه ربما بصيغ جديدة؟ من القاهرة من استوديو نيل الدكتور أحمد عبد الدايم الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة ينضم إلينا على الهواء مباشرة، وعبر زوم من واشنطن أحمد مصطفى الباحث في الشؤون الإفريقية. أهلا بكم دكتور عبد الدايم، أهلا وسهلا بحضرتك. هل من شأن ما يجري من تنافس استثنائي محموم للغاية في إفريقيا أن يغير شيئا من واقع ما تعيشه القارة الإفريقية؟ طبعا هذا التنافس المحموم على القارة الإفريقية، يعني إذا رأيت الثعالب والذئاب والأسود تتكالب فأعلم تماما أن هناك صيدا سمينا ينتظرها. فبالتالي القارة الإفريقية يعني هي الموارد الطبيعية، حتى التقرير لحضراتكم استعرضتوه يبين مدى هذا التنافس وقوة هذا التنافس على المستوى الاقتصادي. لكن أحيانا كمان هذا التنافس الاقتصادي لو يعني حتى إذا كانت الدول الكبرى لا تريد أن تدخل في معركة مباشرة مع بعض، فبالتالي يعني تتصرف وتوجد لها ملعبا في ساحات أخرى، وخصوصا أن القارة الإفريقية الاقتصاد بتاعها واعد، واقتصاد مهما يعني استنزف من خيارات يعني حتى طيلة الفترة الاستعمارية وفترة ما بعد الاستقلال، ولا زالت القارة الإفريقية اقتصادها بخير. حتى الأرقام اللي استعرضها التقرير اللي ذكرته حضرتك من قبل يبين أن سواء حتى في النواحي الزراعية أو حتى الموارد الطاقة المتجددة أو حتى من ناحية الثروات المعدنية، القارة الإفريقية يعني قارة كبيرة، والقارة يعني هي واعدة، حتى معظم الاحتياطي العالمي موجود في القارة الإفريقية. عشان كده بتلاقي يعني هتلاقي الولايات المتحدة الأمريكية
يعني هتلاقي يعني حتى في الفتره دي لو احنا خدنا الشهر الاخير اللي هو اللي احنا حاليا الشهر الجاري شهر يناير، هتلاقي هناك زياره وزير الخارجيه الصيني لخمس دول إفريقية، ثم تبعته مباشرة زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية لثلاث دول إفريقية، ثم وزير الخارجية الروسي لتقريبا يعني ست دول إفريقية ومجموعة الدول اللي هي شمال القارة الإفريقية، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا، غير طبعا جنوب إفريقيا، سواتيني، أنجولا والدول الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء. هذا وإن دل يدل على يعني شيء كبير للغاية، وهو أن القوى المسيطرة على الاقتصاد العالمي تتنافس حوالين هذا الاقتصاد. لكن أعتقد أن اللاعب الأكبر في الاقتصاد الإفريقي هو الصين، يعني حتى حجم الاستثمارات الصينية الآنية حتى الموجودة في القارة الإفريقية يمكن هذا الرقم المعلن 254 مليار دولار. لو احنا قارناه بحجم الاستثمارات الأمريكية هنجد أن الاستثمارات الأمريكية في القارة الإفريقية هي ما زالت تدور حوالين 64 مليار دولار. حتى وإن الرقم المعلن في القمة الإفريقية الأمريكية الأخيرة اللي عقدت في ديسمبر الماضي ما بين الدول قادة الدول الإفريقية وما بين الرئيس الأمريكي بايدن، يعني وعدوا بتقديم 55 مليار في ظرف 3 سنوات، لكن هذه ال 55 مليار حتظل وعود على ورق في انتظار موافقة الكونغرس الأمريكي وبعض الجهات المؤسسات اللي هي صانعة للقرار داخل الولايات المتحدة الأمريكية. عشان كده حتى صانع القرار الأمريكي اتخذ زي مبادرة يعني عاجلة، وهي إعلان 15 مليار دولار في على ضوء زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية. وكأني يعني احنا هذه الوعود بدل ما هي هتنتظر مجرد الموافقات، فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تثبت للقادة الأفارقة احنا هم يعني في مرحلة جادة لتنفيذ هذه الوعود على أرض الواقع. لكن احنا حتى لو حضرتك يعني شفنا المشروطية السياسية اللي هي كمان وزيرة الخارجية الأمريكية الوزيرة الخزانة الأمريكية يعني طرحتها في هذه الزيارات للدول الثلاث، هنجد هناك يعني في فجاجة حتى في الطرح السياسي على معظم الدول التي زارتها. هنجد أنا في مثلا هي سأذهب بها للسيد مصطفى من واشنطن. سيد مصطفى، هو هل تملك الدول الإفريقية الحكومات المختلفة في هذه الدول رفاهية ألا تستعين بشريك أجنبي، والشريك الأجنبي أيضا له محددات أو بعض ما يمكن أن يوصف بالمشروطية كما كان دكتور عبد الدايم يشير، هل تمتلك هذه الدول رفاهية ألا تستعين بالشريك الأجنبي أيا يكن؟ أولا تحياتي لكم جميعا وتحياتي لضيفك الآخر وجمهورك الكريم، واسمي أسامة أحمد المصطفى، دكتور أسامة أحمد المصطفى. أهلا وسهلا. الواقع نعم القارة الأفريقية كما نعلم الآن هنالك يعني استراتيجيات من دول مختلفة نحو الدخول إلى أفريقيا، وخلينا نبدأ بالصين على سبيل المثال. الآن الصين هي تعتبر أفريقيا هي أرض الاستثمار من أجل الاستعمار الجديد، اللي هو الاستثمار سيكون هو تيدن الاستعمار الجديد. تصف حضرتك بأنه يرقى لأن يكون استعمارا لا استثمارا مباشرا فقط، استثمارا من أجل الاستعمار أو بمفهوم الاستعمار الإيجابي وليس الاستعمار السلبي، لأنه المرحلة الآن لم تعد أفريقيا تتقبل الاستعمار بالطريقة القديمة، لأنه هنالك وعي، هنالك شباب الآن أدركوا ماهية القيمة يعني ثراء القارة الأفريقية بما لديها من موارد طبيعية وموارد بشرية، وبالتالي الشباب في أفريقيا اللي هم أنا من محاسن الصدف التقيت مع مجموعة من الشباب في المؤتمر الذي نظمه للشباب أفريقيا في واشنطن الرئيس أوباما في 2016 وقبله في 2013، كان مؤتمر فيه عدد كبير من الشباب الآن هم إلى ما قد يكون هم القادة في المستقبل القريب. بالتالي سؤالك عن هل أفريقيا لن تميل للاستعانة بالقوى الخارجية أو مع
يعني الاستراتيجيات الخارجية. بالتأكيد نعم، أفريقيا مع الرؤية الجديدة، مع الاستراتيجية الجديدة لأفريقيا التي تواجه الاستراتيجيات الأخرى، استراتيجية روسيا في أفريقيا اللي هي تعتبر أفريقيا أرض القرصنة، استراتيجية الصين اللي هي زي ما قلنا أرض الاستعمار من الاستثمار. الولايات المتحدة أدركت في المرحلة الأخيرة أنه ليست أفريقيا هي تلك القارة الفقيرة، القارة اللي دائما تبحث المعونات وهكذا. لذلك الاستراتيجية الأمريكية الجديدة حسب ما أشار الدكتور زميلي الآخر في القاهرة عن أنه الأفريكان ساميت أو المؤتمر القمة الأفريقية الأخيرة في 14 و15 ديسمبر الذي التحق بعده مباشرة مؤتمر الاستثمار الأفريقي الأمريكي للترويج للاستثمار الأفريقي مصادر الاستثمار الأمريكي، دليل على أنه أمريكا أدركت تماما أنه برؤية واستراتيجية أفريقيا يجب أن يتم دعم أفريقيا للخروج من الأزمات اللي هي فيها. وكما يعني أعلم دلوقتي أفريقيا أشرتم في التقرير السابق وكما أشار الدكتور أنه أفريقيا غنية بالثروات، غنية ليس والدليل على كده أنه الآن أفريقيا لا تتعامل مع فرنسا لأنه فرنسا خلاص فقدت تلك القوة السابقة التي أخذت بها كل ما لديه، كل ما في دول أفريقيا من ثروات. الآن أفريقيا تبحث عن مخارج جديدة نحو استثمار المحلي، وبالتالي القدرة على يعني استفادة من ثرواتها في ما لديها من طاقة محلية بشرية وطاقة استثمارية. وبالتالي الدول الخارجية التي تبحث عن دخول إلى أفريقيا هتدخل لتواجه الأندات وليس كما في السابق فقراء يبحثون عن مأكل ومشرب، ولكن لا، الآن الوضع اختلف تماما. الشباب الأفريقي دخل على صيغة التعامل مع أفريقيا، هذا ما سأحاول أن أطرحه عليكما دكتور عبد الدايم. صيغة التعامل على مستوى التمويل وهي يعني العقبة الكؤود في أي استثمار قد تكون مرتبطة من وجهة نظر الكثيرين بالدين، والدين يثقل كاهل الدول والحكومات الإفريقية ولا يجعل من أمر نفسها متسعا. هل هناك صيغة أخرى يمكن الالتجاء إليها إفريقيا في تعاملها مع الشركاء الأجانب؟ يعني حتى وإن كانت القارة الإفريقية يعني لديها أحلام كثيرة وبتعبر عنها نخب الشباب أو حتى نخب المثقفين أو حتى صيغة بشكل يعني رسمي على مستوى الاتحاد الإفريقي في شكل أجندة إفريقيا 2063 اللي هي الخطة الخمسية، لكن إحنا لو ذهبنا على أرض الواقع هنجد أن هذا التنافس ما بين القوى الاقتصادية الكبيرة بيعكس اني كمان ان هناك استغلال لحالة العوز والجوع والفقر الموجودة في القارة الإفريقية. هذه الأحلام، أحلام التنمية في إفريقيا، اصطدمت بمجموعة من التحديات الكبيرة، حتى يمكن الأبرزها واللي معظمها يمكن معظم الدول الإفريقية يعني تعاني وتستغل حاليا حتى في ظل هذه الدبلوماسية اللي هي ممكن تسميها دبلوماسية الطعام، دبلوماسية الغذاء، يعني تسميها أينما يعني غير الدبلوماسية الاقتصادية والحاجات الـ من هذا القبيل. لكن انت هتلاقي مثلا الأزمة الحرب الروسية الأوكرانية او حتى أزمة جائحة كورونا، احنا وجدنا ان الاقتصاد الافريقي يعاني من أزمة غذائية كبيرة للغاية، واني رغم ان 65% من الأراضي الافريقية صالحة للزراعة او 10% من القارة الافريقية فيها انهار، يعني انهار كبيرة، وهذه الانهار يمكن أن يعني يكون إفريقيا يعني سلة غذاء العالم ككل، لكن مع ذلك هتجد أن هذه القارة اللي فيها هذه الإمكانيات الزراعية هي أصلا يعني الأزمة الغذائية موجودة فيها. ليه؟ لأن معظم هذه المنتجات الزراعية الموجودة في القارة الإفريقية ليست منتجات غذائية، معظمها يمكن كانت وريثة من فترة الاستعمار، معظمها يتركز مثلا في القطن، في السيسل، في الفول السوداني، في الكاكاو، في
في البن وهكذا والشاي وهكذا في السلع النقدية اللي هي تركها الاستعمار في الفترة القديم. عشان كده حتى الاستراتيجية الأمن الغذائية اللي وضعت وضعها الاتحاد الإفريقي محتاجة حتى تمويل من قبل شركاء إفريقيا الدولية. سؤالي مرتبط بقضية التمويل هذه، هل هناك أفق آخر بعيدا عن الديون؟ لأن يعني هذا خيار ربما لم يثبت نجاحا أو فعالية في التعامل الدولي مع إفريقيا، وفي أحيان كثيرة ينظر إليه حتى بسوء نية. لاني خلي بالك برضو احنا مرتبطين ان حاليا كمان انت من ضمن التطلعات انت عايز كمان ان الشركاء، لاني معالجه ازمه الديون على مستوى القاره الافريقيه اعتقد ان يعني دي ازمه يعني معظم الدول الافريقيه هتقع يعني اسيره ليها، لاني غالب يعني كثير من او معظم الدول الافريقيه يمكن تقريبا 80 او 90% من الميزانيه بتاعتها بتخصصها لعوائد الديون. فبالتالي انت محتاج شركاء افريقيا الدوليين يدخلوا على ارض الواقع في تمويل، وخصوصا ان كمان لما تبص حتى الاستثمار اللي انت محتاجه في البنيه التحتيه انت في فرق في عجز في الميزانيه يقدر ما بين 130 الى 170 مليار دولار. فبالتالي من اين يتم تمويل هذا يعني هذا المبلغ الكبير؟ فبالتالي انت تحتاج لشركاء افريقيا الدوليين حتى يدخلوا في ملف البنيه التحتيه. عشان كده إذا كانت الصين تستغل هذا الملف وتدخل من بوابة البنية التحتية هتجد الاستراتيجية الأمريكية اللي أعلن عنها الرئيس الأمريكي يعني يمكن في أغسطس سنة 2022 بتركز على ملف البنية التحتية بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبي والقوى الغربية على أساس أن هتدخل في هذا الملف تحديدا. لكن حيظل أن الحجم الإفريقي المخصص للتمويل هناك يعني أحلام وطموحات للقارة الإفريقية أن تستقل في التمويل بتاعها عن الدول الكبرى. لكن حتى لو بصيت في ميزانية الاتحاد الإفريقي بوجه عام هتجد أن هذه مجرد أحلام. صحيح. ويعني لا قضية التمويل كانت قضية أساسية حتى في النقاشات المرتبطة بمشروعات البنية التحتية. 63% سأذهب بهذه النقطة، معلش دكتور أحمد أنا آسف سأذهب بهذه النقطة لأن لم يعد أمامي مزيد من الوقت، سأذهب إلى الدكتور أسامة أحمد مصطفى من واشنطن. دكتور أسامة، قضية الديون هذه قضية مقلقة للغاية، لكن في النهاية الدول أو الشركاء الدوليون ليسوا يعني منظمات مجتمع مدني أو جمعيات خيرية، هل هناك صيغة وسط يمكن الالتجاء إليها في قضية التمويل بعيدا عن الديون؟ بالتأكيد نحن لدينا تجربة رواندا، ركزنا على تجربة رواندا وتجربة تنزانيا وتجربة غانا، دي دول الآن يعني أكثر استقرارا وتطورا. غانا رواندا الآن تفكر الذهاب إلى الفضاء، وبالتالي طريقتها في التعامل مع الدول الشريكة باستراتيجيات الأخرى هي الطريقة الصحيحة، إنك أنت تقدم تنميتك الذاتية المحلية مقابل المعونات التي تأتيك من الخارج أو المساعدات أو شكل ديون، وبالتالي أنت لن تكون في وضع حرج حول كيفية تسديد الديون التي تأتي إليك من الخارج. إذن نحن إذا نظرنا بزاوية يمكن تختلف شوية، أفريقيا ليست فقيرة وليست كما أشار الدكتور هي في حالة فقر دائم، لا هذا كلام غير دقيق. من يدخل إلى أفريقيا يزور بلدان أفريقيا يكتشف أن هنالك يعني تطور كبير جدا في كثير من البلدان، وحالة الفقر هذه في الإعلام أكثر من الواقع الحقيقي، لأنه ما فيش حد بيجوع في أفريقيا. إذا واحد تحت شجرة نزلت عنده مانجا بيأكلها وبيعيش. لا يعني لكن لا ما دكتور أسامة أيضا هذه رؤية تبدو حالمة يعني أكثر مما ينبغي، يعني الثمرة سقطت من على الشجرة. هناك النسبة الأعلى من معدلات الجوع والفقر المدقع حول العالم فقط في 66% حول العالم في أفريقيا جنوب الصحراء، لأنه هنالك خطأ استراتيجي من القادة الموجودين في تلك البلاد، الخطأ الاستراتيجي الفساد المشتري مستشر هنالك. الصين الآن تدخل أفريقيا وتسيطر على أفريقيا بسبب الفساد واللعب من تحت الطاولة. أمريكا لأنها الآن أدركت هذه المسألة، وأمريكا لأنها طريقتها شفافة وديمقراطية والدول اللي تتعامل مع الديمقراطية بتواجه شوية أزمة مع أفريقيا إلا أن تدخل إلى المناطق الزرقاء. نعم. كما أشار الدكتور الآن اللي هي التنمية في نعم. وإدارة
المشاريع التي لم تصل لها الصين. طب دكتور أسامة، يعني هو حضرتك انتقدت بشدة السلوك الروسي في أفريقيا وبشدة السلوك الصيني في أفريقيا، لكن يبدو السلوك الأمريكي المرتقب المنتظر أكثر جاذبية كما ترى حضرتك. على أي حال أشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور أسامة أحمد مصطفى من واشنطن والدكتور أحمد عبد الدايم من القاهرة، أشكركما شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم أيضا على طيب المتابعة. ختام هذه الحلقة من هذا المساء هنا القاهرة عاصمة الخبر عند رأس الساعة، نشرة إخبارية مفصلة، وغدا يتجدد اللقاء في حلقة جديدة من هذا المساء.